انا شخصيا كان يعملوا كان يعملوا بارفان باسم محرزي العبيدي ما نشريهش. علاش؟ على خاطر متاكده اللي باش تطلعك العطر في الدبابيز اللي يتحلك سكر وخيو يطلع جدادة عطر تاع موتة وانا مازلت نحب نعيش. والله ما نعملش لطيفة لطيفة. علاش من الكل اخترت محر زي حشم معناتها فما معناتها سياسيات معناتها ريحتهم طالعة اكثر منها معناتها هي كمان معناتها انا انا هذا كوين اخترت محر وتحب هكا وحبوبة وماهيش خايبة محر زي العبيدي حتى في النهضة معناتها تعمل في مشاكل متاعي معناتها تميز على برس سياسيات حتى في النهضة. يا ذاك رأيك فيها انت بيه رأي ناشئ إبراهيم شدي العارفة وشنو البرفان اللي تتعمل تشريها ولا متشريهاش؟ أنا رأي ما أحنا زي العبيدي ما شوفهاش في برفان بيه شكون شوف برفان أيه في سويك تشريها حتى في السويك هكا في اللبان العربي خلنا نعطيه كل واحد حقه.